السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم بغيت نوجد واحد الرفيسة ديال المسمن، وقلت نشاركها معاكم. عندي هنا بصلة كبيرة وجوج بصلات خضاريات زوينة، الخضارية كتجي مع الرفيسة الكترية مع المرشوش. جوج هنا ديال الثومة، جوج ريوس الثومة، تحميرة، الكمون، خرقوم، سكينجبير، البزار، الملحة، المساخن مبغيتش نكتر بزاف، الزيت الرومية، نص كاس، البلدية هاد الكاس صغير، الحلبة في الزكتة، والعدس تا هو في زكتو. وها هو الدجاج ديالنا اللي غادي نديروه، لحت معاه الثومة، ودابا غادي ندير كلشي وغادي نردها طيب، ومن بعد عاد نرجعو باش نصايب المسمن. وهانتوما معايا دابا انا خلطت كلشي، درت العطريه ودرت البصله والثومه وكلشي صايبته، ودابا غادي نمشي نردها طيب. دابا انا غنسرح هاد المسمنات ديالنا غير على وجه واحد، ندير لهم ديرهم دايره تريد، كنطيب وحده فوق وحده من هذا. كانوا كنمشي ندير وحده فوق وحده. دابا كنطيب ها وحده فوق وحده، وريقه على وريقه كنطيب، ومن بعد كنرجع كندير لهم هكا. كنطيبهم وحده وحده، وانتم معانا تابعونا هاد المريقه ديالنا كطيب. دايره فيها كلشي مساخن، كلشي راه وريتكم شنو درت فيها، ونخليوها طيب حتى تعقد مزيان، وعاد ديك الساعه نطلعها. هذا هو المسمن ديالنا بعد ما قطعناه، كنقطعوه بهذه الطريقه هذه هكا، واللي ما بغاش عاوتاني يقطعو بالمقص عاوتاني يقطعو بديك الطريقه هكا كثروا ليه. كتقطعو هكايا، وها هو كنقطعناه كامل هكايا. وانتوما تابعونا على القصيعة ديالنا حتى نساليوها ونوريو ليكم كيفاش جات. وهذه هي الرفيسة ديالنا، دابا حطيت في القصعة باش نشرب هاد الأول ديال هادي، ومن بعد غادي نزيد فيها عاوتاني نشربها، وغادي نديكوريوها باللوز والبيض. وهانتوما معانا تتشوفوها كيفاش جات، تابعوا معانا. وهذه هي قصيعتنا ديال الرفيسه، هي هذه اللي وجدت معاكم، وجات واعره ومنسمه بالمساخن ودرت الثومه. وهي هذه الرفيسه ديالنا، ان شاء الله ناكلوها وتاكلوا نتوما بالصحه والراحه. وتابعونا في القناة وبارطاجيو مع الأهل والأصدقاء، ويوصلكم كل جديد. والسلام عليكم، الصحة والراحة.